سنتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة فايل إظهار اسم مرسل. قوموا بالضغط هنا على تطبيق تيليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات والأصوات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على القصص، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إظهار اسم المرسل. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل إظهار اسم المرسل. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.